إذا سننهي هذا القسم الأول، الفصل الأول من المحاضرة في جمع ما هي أهم المفارقات. نفهم أهم المفارقات، كما رأيتم هي عديدة. يعني القانون الدولي الإنساني ينطبق لحالات النزاعات المسلحة فقط، أما حقوق الإنسان فذاك القانون يحمي حقوق الفرد في زمن السلم وبعضها وقت الحرب، ولكن ما زال ينطبق وسنرى كيف كان ذلك. القانون الدولي الإنساني يعالج المشاكل الناتجة مباشرة عن النزاعات المسلحة وعن النزاعات المسلحة. أيضا حقوق الإنسان ويحمي الأفراد من السلوك من أي سلوك تعسفي من جانب حكوماتهم وسلطاتهم. القانون الدولي الإنساني يحمي الأشخاص والممتلكات ويقيد حق أطراف النزاع في اختيار أساليب القتال، بينما حقوق الإنسان لا يتعامل مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية بشكل أساسي، إنما في جوانب عما يدور في حالة النزاع أو حالة الاحتلال كما سنرى الآن. فهذه أهم المفارقات، ما هي أوجه الالتقاء والتكامل؟ وسنرى الآن القواعد الآمرة، ما يسمى في اللاتينية اليوس كوجنز، القواعد الآمرة، والتي تحمي بعض حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، وأهمها طبعا يعني الحق في الحياة. ما هي، سنبدأ هنا، ما هي القواسم المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟ كانت هذه القواسم يعني شبه يعني كانت تلك اللائحة هي اللائحة الوحيدة التي تربط أو تجسد علاقة معينة بين القانونين. الحق في الحياة محصن الذات البشرية، ورأينا أن الحق في الحياة غير مطلقة أساسا تاريخيا في قانون حقوق الإنسان، لأن هنالك قانون أو عقوبة الإعدام. حق في الحياة أيضا غير مطلق في النزاعات المسلحة، إنما طبعا هي القاعدة الأساسية هي حماية من لا يشارك أو كف عن المشاركة، وأساسا كيف حمايته؟ حماية الحياة وحماية الحياة وحماية حياة أيضا المقاتلين، حين طبعا في هنالك تقييد وحظر لأنواع عديدة من الأسلحة، أسلحة قد تؤذي بشكل غير متناسب المقاتل. وجهة المقاتل أو طبيعة المقاتل ليس لا يفتح المجال ولا يسمح تلقائيا في أن نطلق أي رصاص عليه أو أي سلاح عليه أو أي صاروخ عليه، وهذا كله طبعا يرجع إلى أيضا الحق في الحياة، حماية الإنسان، حماية كرامته حتى المقاتل هو محمي بشكل أو بآخر. ولكن طبعا حين هنالك ضرورة عسكرية والميزة العسكرية مبررة والهدف العسكري هو هدف عسكري، فإذا إذا حصل طبعا قتل وحرمان الحياة، فذلك ذلك الحرمان من الحياة وتلك الأرواح التي خسرتها البشرية فهي لا تعتبر خرقا في القانون الدولي الإنساني. ليس ذلك أن القانون الدولي الإنساني سمح بذلك، إنما هذه هي أدنى القواعد لحماية الآخرون، حماية الآخرين الذين هم لا يشاركون. هؤلاء المقاتلين هم يشاركون في الأعمال العدائية، يشاركون، هم أيضا سيسلبوا الحياة في الطرف الصفوف المقابلة. إذا وهذه البشاعة، بشاعة الحرب، لا حقوق الإنسان تمكن من انطفائها، وهذا ما هو طبعا منطقي في صفوف القانون الدولي الإنساني. أوقفوا الحرب، لو تمكنت المجتمع الدولي ولو تمكنت منظمة الأمم المتحدة من فعلا حظر الحرب أو إيجاد بدائل للحرب واللجوء إلى السلاح فبشكل تلقائي، فطبعا يتوقف تطبيق جوانب عديدة من القانون الدولي الإنساني. القانون الدولي الإنساني يطبق في خلال الأعمال العدائية، لا أعمال عدائية لا حاجة للقانون الدولي الإنساني، وليس القانون الدولي الإنساني هو العائق للوصول إلى تكريس السلم والأمن الدولي. إذا الحق في الحياة متواجد في القانونين، منع بكافة الأوقات، كامل الأوقات، وهذه أيضا في معاهدة منع التعذيب
ومنع التعذيب بشتى أنواعه أكيد، يعني خلال النزاعات المسلحة أو غير حالات الفوضى والاحتلال والطوارئ، يعني لا تبرير أبدا في عمليات التعذيب. وهنا طبعا بين هلالين نرى الخرق الهائل الذي حاولت الولايات المتحدة في أن تصل إليه بعد أعمال 2001 وفي الحرب على الإرهاب. الحرب على الإرهاب أتت وساهمت بشكل غير مباشر إلى تقارب والتقاء القانونين، لأن الحرب على الإرهاب أدت إلى حربين، الأولى في أفغانستان والثانية في العراق، وكان لابد من تطبيق القانون الدولي الإنساني. إنما الولايات المتحدة قررت على نفسها بشكل شبه سيادي، تقول نحن لن نطبق اتفاقية جنيف، لن نعطي صفة أسرى الحرب. وهنالك طبعا مستندات خطيرة حصلت، يعني ومن المكتب القانوني للبيت الأبيض آنذاك، التعميم موراليس، وأيضا يعني تعميم جونزاليس. وهذه التعميم كانت تقول أن سنصنف أي محارب بأنه مقاتل غير شرعي، وذلك في القانون الدولي الإنساني غير ممكن أصلا. يعني المقاتل هو مقاتل، وغير المقاتلين فهم محميين. فأن نصنف المقاتل والمقاتل غير شرعي، أي لن تسري عليه صفة أسير حرب، وهذا ما كان تريده واشنطن آنذاك، بالإضافة إلى تعميم تشيني آنذاك نائب الرئيس، يعني تعليماته أيضا في أن تتمكن قوات الولايات المتحدة خارج أراضي الولايات المتحدة في أقاليم المحتلة في أن تمارس التعذيب. وطبعا وهنا تجاهلت هذه القواعد الآمرة، وتجاهلت طبعا من الجزء الأكبر من المجتمع الدولي الذي طبعا صرخ أكيد في هرطقة هذه ال في هذه طبعا أولا في العقيدة القانونية أولا، وطبعا أيضا في الممارسات. ونتذكر بشكل مؤلم ما حصل في أبو غريب وغير أماكن فظيعة خلال احتلال العراق آنذاك. فمن ممنوع التعذيب حتى في حالة النزاعات المسلحة، في حالة الفوضى، حالة الطوارئ إلى آخره. يحظر أيضا الرق وكافة أشكال الاستعباد. يحظر التمييز العنصري على أساس العرق، الجنس، اللون، الدين. حظر الأعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية، احتجاز الرهائن. وكما رأينا في المحاضرات السابقة، يجب مراعاة أدنى الضمانات القضائية في كامل الأوقات. في كامل الأوقات يجب أن يكون هناك ضمانات قضائية حتى في حالة نظام مسلح. أي شخص متهم يطبق عليه ما يسميناه الابياس كوربوس، حقه في محاكمة عادلة، حقه في أن يستمع أو تستمع هيئة مستقلة محايدة إلى قضيته قبل أن يعاقب، لا سيما إذا العقاب يعني الإعدام. إذن الرسالة هي حماية الإنسان، وهنا يلتقيان القانونان. رغم التباين من حيث الواقع، رغم التباين من حيث المصادر القانونية، رغم التباين من حيث النطاق والدينامية، إلا أن نعتبر اليوم، وهذه هي المدرسة الراجحة اليوم في القانون الدولي أو في الذين الخبراء الذين هم يشغلون هذا المجال، أن الرسالة من القانونين هي واحدة، وهي حماية الإنسان واحترام كرامته. إذا يمكن اعتبار أن القانون الدولي الإنساني، ولا يحل مكان قانون حقوق الإنسان خلال النزاعات المسلحة، كما طبعا ارتأيناه من قبل. كان المنطق الراجح من قبل أنه طبعا حين النزاع المسلح فنطيع حقوق الإنسان ونستبدل هذا الجسم القانوني بقسم قانوني آخر، ونصوص أخرى ومصادر أخرى والتزامات أخرى هي قانون النزاعات المسلحة. فلا، فالواقع والحقيقة ليست في هذا الشكل. فالتطبيق لقانون
قانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتوقف مع القانون الدولي، مع النشوب النظام، لا يتوقف نفاذ تطبيق كليهما بالفعل في هذه الحالات. في قانون، في نزاع مسلح، يطبق القانون الدولي الإنساني كما يطبق جوانب من القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو أيضا يطبق جوانب من القانون الدولي الإنساني حسب الحالة التي نحن فيها، حسب الظرف الذي نحن أمامه. إذا الرسالة واحدة: تأمين حد أدنى من الضمانات القانونية والإنسانية لجميع البشر في وقت السلم ووقت الحرب في على حد السواء. إذا هنالك استمرارية لتطبيق قانون حقوق الإنسان خلال النزاع، هذا في النظرة نقول الحديثة لهذا الشأن، وهذا مكرس أساسا في قرار محكمة العدل الدولية في شأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وأتى هذا الرأي الاستشاري عام 96. ولو نظرتم إلى الفقرة 24، تنص الفقرة 24 في هذه الدباجة بين المعارضين والمؤيدين لتلك الفكرة، فيقول قضاة محكمة العدل الدولية أن حسب المعارضين لذاك السلاح أن استخدامه ينتهك الحق في الحياة كضمان في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولي على مالي: الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. طبعا هذا التذكير هو في نص الرأي الاستشاري. في المقابل نصوص عهد العام 66 لم تذكر الحرب أو السلاح، ولا تصور أنها تتطرق أصلا إلى شرعية الأسلحة النووية، وتم اقتراح أن العهد موجه إلى حماية حقوق الإنسان في وقت السلم، ولكن تلك المسائل المتعلقة على الخسائر غير المشروعة في الأرواح في الأعمال العدائية يحكمها القانون المعمول به في النزاع المسلح. إذا تؤكد محكمة العدل هنا في هذه الفقرة أن ما يحكم استخدام وتقييد استخدام هذا السلاح هو القانون الدولي للإنسان، القانون المعمول به في النزاع المسلح. وننتقل إلى فقرة التالية، فقرة 25. اضطر المحكمة أن حماية القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يتوقف، حرفيا تقول ذلك، لا يتوقف في أوقات الحرب باستثناء إعمال المادة 4 من العهد التي تنص على أحكام معينة يجوز عدم التقيد بها في أوقات الطوارئ الوطنية. إذا فصلت المحكمة أوقات الاستثناء اللي هي أوقات الطوارئ حين تكون حياة الأمة في خطر، لا يعني ذلك تحديدا النزاع المسلح، هناك فصل بينهما. إنما نرجع إلى القرار، إنما احترام الحق في الحياة غير مشمول في هذا البند، غير ممكن في المادة الرابعة انتزاع الحق في الحياة، انتزاع حق في الحياة من كقرار لأطراف النزاع ومن هو مشمول في الحماية. إذا من حيث المبدأ نرجع إلى نص الرأي الاستشاري أن الحق من عدم حرمان المرء من حياته بشكل تعسفي ينطبق أيضا على الأعمال العدائية، وهو ربط بين قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني والنزاع المسلح. المعيار حول ما يشكل حرمان تعسفي للحياة يقع على ما طبعا ابتكرته محكمة العدل الدولية بما سمته اللكس سبيسياليس، أي القانون المعمول به في تلك الظروف. لكس سبيسياليس أي القانون الدول الإنساني هو القانون المعمول به، أي القانون المطبق خلال نزاع المنازعات المسلحة والرامي إلى تنظيم سير الأعمال العدائية. بالتالي نص الرأي الاستشاري: من أجل البت في إذا ما كانت خسارة معينة في الأرواح عن طريق استخدام لسلاح معين في الحرب يعتبر حرمانا تعسفيا للحياة ومتعارضة مع المادة السادسة من العهد، يجب الرجوع إلى القانون الواجب تطبيق في النزاع المسلح وغير المستخلص من شروط العهد نفسه، أي اللاكس سبيسياليس على القانون الدولي الإنساني. هذا بداية التقرب بين القانونين، وسنرى أن هذه العبارة لاكس سبيسياليس التي ابتكرته المحكمة
في تلك الحالة، أي محاولة دمج أو محاولة إيجاد مساحة مشتركة بين قانون حقوق الإنسان وقانون دور الإنسان. نرى أن اللكس سبيسياليس طبعا سيتم التجاوز لها في العديد من الاجتهادات، لا سيما لو نظرنا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أيضا كرست أن في وقت الحرب أو أي حالة طوارئ عامة أخرى تهدد حياة الأمة، نفس النص، يجوز لأي من الطرف السامية المتعاقدة اتخاذ التدابير الانتقاص من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. إذا نرى نفس الاستثناء للمادة الرابعة في حال عام 66، نرى في المادة 15 للعام 50 في هذه الاتفاقية، شرط أن هذه التدابير لا تتعارض مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي. ما من انتقاص فقرة 2 عن المادة 2 إلا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن أعمال الحرب المشروعة. إذا أدمج القانون الدولي الإنساني هنا، تم أخذ اعتبار القانون الدولي الإنساني هنا أن الأعمال الوفيات أي انتقاص في الحق في الحياة، هذا الانتكاس فهو استثناء مقبول حسب أعمال الحرب المشروعة أي حسب القانون الدولي الإنساني. أيضا هنا نرجع إلى ربط بين القانونين، ولكن طبعا سنرى كيف التاريخ سيأخذنا إلى أبعد من ذلك في اعتبار استمرارية تطبيق قانون حقوق الإنسان. وهناك رأي استشاري آخر لمحكمة العدل الدولية، هذه المرة في شأن الجدار الفاصل للعام 2004 فقرة 105، تعتبر المحكمة أن الحماية التي لتوفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاع المسلح. أيضا تعيد المحكمة الكرة في ذلك في تلك المسألة، إلا من خلال شروط إبطال القوانين من النوع الموجود في المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نفس الشيء من يعني نفس المنطق للرأي الاستشاري للعام 96. أما بالنسبة إلى العلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فإن هناك إذن ثلاثة أوضاع ممكنة. بعض الحقوق يمكن أن تكون متعلقة على نوع حصري بالقانون الإنساني الدولي، بعضها يمكن أن تكون متعلقة حصرا بقانون حقوق الإنسان، كما أن بعضها يمكن أن يكون متعلقا بكلا هذين الفرعين من القانون الدولي. وهنا فتحت المحكمة في هذا النص، فتحت باب بداية ليس الاندماج ولكن التكامل، فكرة التكامل بين الاثنين. وتكمل المحكمة، ولكي تجيب المحكمة عن سؤال المطروح عليها، يتعين عليها أن تأخذ في اعتبارها كلا هذين الفرعين من القانون الدولي، وبالتحديد قانون حقوق الإنسان والقانون الخاص قانون الدول الإنساني. وطبعا تذكرون قرار محكمة العدل الدولية في شأن الجدار، هذا الجدار فهو متنافي مع قانون الدول الإنساني، أحكام قانون الدول الإنساني كما أحكام قانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في حالة الاحتلال. في حالة أخرى يعني أيضا نرى أهمية تقارب القانونين، هو في مسألة الاستهداف المباشر. الاستهداف المباشر لشخص، هل هو اغتيال؟ هل هو مشروع؟ هل هو غير مشروع؟ يعني وهنا طبعا يختلف الأمر في حسب الحالة الراهنة، حسب السياق العام الذي نحن فيه. هل هو نزاع؟ هل هو نزاع مسلح؟ هل نحن أمام اضطرابات؟ هل هنالك حالة سلم؟ حالة طوارئ؟ إلى آخره. السؤال الآخر هو ماهية وضعية الفئات المستهدفة؟ هل هم مقاتلون، إرهابيون، مدنيون؟ ما هو مفهوم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية؟ وهنا طبعا نرجع إلى أهمية الحرمان التعسفي للحياة. الحرمان التعسفي للحياة فهو ممنوع في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي القانون الدولي الإنساني، حتى القانون الدولي الإنساني لا هو غير مسمى بتلك العبارة، إنما في الحرمان التعسفي للحياة في القانون الدولي الإنساني هو طبعا هو الاستهداف أو الآلام غير المبررة، هيك الحرمان الحياة غير مبرر بالضرورة العسكرية. ما هو واجب القانون، واجب التطبيق؟ لك سبيسياليس تعطينا، تقول لنا محكمة العدل الدولية أن لك سبيسياليس أي قانون دولي الإنساني هو الذي سيعطينا الإشارة الأساسية لفهم أهم الممارسات السليمة، ولكن
هناك في الممارسات بالخاصة وفي الاجتهادات التي رأيناها هنالك اختلاف وهنالك تطور في التصور العام من الرأي الاستشاري للمحكمة آنذاك. وهنا نعطي مثال في الاختلاف في مجموعة اختلافات حصلت في الشرق الأوسط، مثلا رفيق الحريري مثلا اختيل في شباط 2005 فبراير 2005 وصنفت من محكمة من مجلس الأمن أنها جريمة إرهابية، هو استهداف مباشر من طرف لم يربط لم يتم ربط هذا السياق بحرب أو سلم أو وضعية معينة، تم تصنيفه بجريمة إرهابية حسب قرار مجلس الأمن، وتم تأسيس مكان هو مكان هو معروف بالقانون الجنائي الدولي، أي مرتبط بجرائم دولية تحصل عادة في سياق نزاعات مسلحة. المحكمة الخاصة بلبنان، أول محكمة خاصة بلبنان، أدخلت جسم كبير وأجزاء كبيرة من قانون حقوق الإنسان بعيدا عن قانون النزاعات المسلحة، وهي محكمة قائمة، محكمة خاصة، محكمة كما محكمة قائمة في مجال القانون الجنائي الدولي. المثال الثاني هو اغتيال قاسم سليماني القائد الإيراني، وهو اعتبر آنذاك عمل حربي كعمل مشروع من طبعا من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، إنه عمل حربي مشروع حسب التبرير الأمريكي حسب القانون الدولي الإنساني، أي عمل عدائي، عمل حربي يستهدف هدف مشروع، هدف عسكري لأنه قائد، ولكن بغياب وضعية النزاع المسلح القائم بين الولايات المتحدة وبين إيران. طبعا هذا الشرط غير ليس شرطا طبعا وافرا في تعريف النزاع المسلح، ولكن يضع بعض الحدود، ونرى أن هنالك العديد من الخبراء القانونيين والعديد في الأمم المتحدة والعديد في الدول، يعني في العقيدة وفي الممارسة، يعارضون هذا النوع من الاغتيالات، لأنه هذه الاغتيالات هو حرمان تعسفي من الحياة، لأنه لم يكن قاسم سليماني في وضع العمل المباشر أو المشاركة المباشرة في عمل عدائي، ولم يكن هنالك يجب تبرير الميزة العسكرية لهذا الاستهداف حتى لو كان هدفا عسكريا. إذا نرى أن هنالك من المواقف المأخوذة عالميا هنالك التباس طبعا حول هذه المدرسة الأمريكية والإسرائيلية التي ترى في هذا الاستهداف استهداف مشروع، وإدخال تم إدخال طبعا مفاهيم حقوق الإنسان لحماية الحق في الحياة لشخص هو بطبيعة الحال مقاتل، ولو طبقنا القانون الدول الإنساني فلا التباس ولا غيبة في ذلك التحليل. في مجال أخير سنتطرق إليه في هذه المحاضرة هي قواعد الاعتقال والاحتجاز، وهو أيضا مجال يربط بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. في قانون الدول الإنساني هنالك حماية لأسرى الحرب، حماية للمحتجزين حتى في النزاعات المسلحة غير الدولية، وهنالك طبعا قواعد آمرة وهنالك معايير دولية، الاتفاقية الثالثة لجنيف، اتفاقية جنيف الثالثة طبعا هي مفصلة وأكبر أكبرها حجبا وأكثرها تفصيلا في هذه الجوانب، وتحمي أسرى الحرب وتحمي المحتجزين المدنيين والمعتقلين المدنيين. أما قانون حقوق الإنسان فأيضا يمنح حماية عالية، يمنح حماية من الاعتقال التعسفي، يعطي أيضا ضمانات قضائية، وهنالك طبعا جردة من القواعد والمعايير الدولية بدءا من ما أصبح يسمى قواعد مانديلا، وهي المعايير الدنيا للأمم المتحدة في كيفية التعامل مع السجناء، هي أساسها عام 1955 وتم تحديثها في 2015 وإعادة عنوانتها بقواعد مانديلا. هنالك أيضا قواعد بكين حول إدارة شؤون الأحداث مثلا للعام 1985، هنالك قواعد بانكوك حول معاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، وهذه القواعد أبرم تم وهي معايير دنيا تم
تم نشرها في العام 2010. فهذه القواعد يتم اعتمادها كإطار رئيسي في آليات التفتيش والرقابة. مثلا قواعد مانديلا تستخدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الظروف المعيشية، في تقييم الظروف المعيشية والمعاملة التي يلقاها المحتجزون، وفي صياغة التوصيات الموجهة للسلطات المسؤولة عن ضمان احترام الكرامة الإنسانية والسجناء. وهذا النص من موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي تعترف اللجوء إلى هذه القواعد، وهي معايير، ليست قواعد آمرة، وليست أصلاً جزء من قانون الدول الإنساني. ولكن كما هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية باتت تلجأ إلى القانون الدولي الإنساني وتهتم في احترام القانون الدولي الإنساني، أصبحت لجنة دولية للصليب الأحمر أيضا مهتمة بقواعد حقوق الإنسان وتلجأ إليها وتعمل إلى جانبها من أجل أيضا رفع مستوى الحماية لمن هو محمي في أثناء النزاعات المسلحة. إذا في خلاصة الأمر، النظرة التاريخية في انفصال القانونين لم تعد سارية اليوم ولا هذه الأيام. إذا ما من بنود في صكوك حقوق الإنسان تستثني أصلا تطبيقها خلال النزاعات المسلحة، وهذا أمر دائما يرجع إليه الخبراء، أنه ما في بند في حقوق الإنسان يقول أنه في النزاعات المسلحة لن نطبق حقوق الإنسان. كانت هذه من الـ يعني الاستطرادات والاستنتاجات العملية لفصل هذين القانونين. بل اليوم المعلوم أن هنالك تكامل بين الجسمين القانونيين في سبيل حماية الإنسان وكرامته. أيضا طبعا هنالك تمايز، هنالك طبعا خصوصية لكلاهما، ولكن هذا التكامل هو مأخوذ أكثر وأكثر في الاجتهادات وفي الممارسات وفي طريقة العمل للعديد من المجموعات والمنظمات التي تعنى في تطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. فإذا يضاف إلى القواعد الآمرة ليوسكوجنز الحقوق الممنوحة في إطار حماية الإنسان ما لم تتعارض مع بنود القانون الدولي الإنساني. نرجع إلى لاك سبيسياليس، لم نتجاوز هذا الفاصل بعد، ولكن لربما بعد سنين قصيرة. وهنالك أحكام استثنائية في قانون حقوق الإنسان، وهي طبعا مغايرة عن حالة نزاع المسلح كما أكدت عليه محكمة العدل الدولي. إذا من حيث المسؤولية، تقع مسؤولية الالتزام بقواعد الحماية على الدول في كلا القسمين، فضلا عن مجموعات من غير الدول. مجموعات من غير الدول أيضا عليها أن تلتزم بالقواعد الآمرة، أن تلتزم بقانون الدول الإنساني لو كنا في حالة نزاع مسلح. وثمة مسؤولية أيضا للكشف عن الانتهاكات والبدء في المسؤوليات. كانت المسؤولية واقعة على دولة هنا في حقوق الإنسان وقانون الدول الإنساني، أو الأفراد في وضعية النزاع المسلح الدولي. فإذا هذان القانونان طبعا أصبحا يعني متلاصقين في عدة الشغل، إذا أردتم، في جعبة الخبير، في جعبة طرف الأطراف، في جعبة المجتمع الدولي، في جعبة القضاء الدولي، وبات طبعا يعني يسيران سويا وقدما لطبعا زيادة وتعزيز حماية الإنسان وكرامته. وشكرا.